قررت أحط كل من جوارديولا وأنشيلوتي على الميزان، والمقارنة راح تكون تحديدا بين جوارديولا مانشستر سيتي وأنشيلوتي ريال مدريد. جوارديولا مع السيتي لعب 8 مواسم، بينما أنشيلوتي مع الريال لعب 5 مواسم، وهي المقارنة راح تكون فقط في دوري الأبطال. ونبدأ مع بيب جوارديولا. في موسم 2016-2017 خرج من دور 16 أمام موناكو. موسم 2017-2018 خرج في دور ربع النهائي أمام ليفربول. بينما في موسم 2018-2019 خرج كذلك في دور ربع نهائي أمام توتنهام. 2019-2020 كذلك خرج بدور ربع نهائي، ولكن هالمرة أمام ليون. 2020-2021 صار في تطور ووصل جوارديولا للنهائي، ولكن خسر أمام تشيلسي. 2021-2022 وصل للنصف النهائي، ولكن خرج أمام ريال مدريد. 2022-2023 كانت سنة السعد على جوارديولا، وفاز فيها بلقب دوري الأبطال أمام الإنتر. ونجي على الموسم الحالي 2023-2024، خرج في ربع النهائي أمام ريال مدريد. ننتقل للدون كارليتو أنشيلوتي، 5 مواسم مع الريال. في أول موسم له مع الريال، موسم 2013-2014، فاز بالتشامبيونز ليج دوري الأبطال على أتلتيكو مدريد. الموسم اللي بعده 2014-2015 وصل لنصف النهائي وطلع أمام يوفنتوس. في الحقبة الثانية لأنشيلوتي مع الريال، واللي بدأت في موسم 2021-2022، كذلك أول موسم إله، فاز بلقب دوري الأبطال وتغلب فيها على ليفربول في النهائي. الموسم اللي بعده 22-23 وصل لنصف النهائي وخرج أمام مانشستر سيتي. الموسم الحالي 23-24 حاليا هو في دور نصف النهائي وراح يلعب أمام بايرن ميونخ. يعني باختصار، أقل شيء وصله كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في دور الأبطال هو دور النصف النهائي، أقل شيء. من ال5 مواسم فاز مرتين في دور الأبطال، ولسه هذا الموسم الأمور متاحة أمامه. بينما كملخص، جوارديولا مع السيتي في دور الأبطال من خلال 8 مواسم فاز مرة وحيدة بدور الأبطال، كانت على الإنتر. وصل النهائي مرة واحدة، وصل نصف النهائي مرة واحدة، 4 مرات خرج من دور ربع نهائي، ومرة خرج من دور 16. هذه كانت عبارة عن أرقام، فاكت، حقائق. بعيدا عن أي شيء، اكتب لي رأيك بالتعليقات، رأيك الشخصي، أي أفضل، بيب جوارديولا ولا كارلو أنشيلوتي؟